بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا الكرام اهلا ومرحبا بكم وحلقه جديده من حديث الامام الطيب فضيلة الامام ونستمر مع هذه الرحله المباركه مع اسماء الله تعالى ونبدا مع فضيلاتكم حلقه اليوم باسميه الشريفين القابض الباسط ماخذ الاسمين ومعناهما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على, علي سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه وبعد آه نعم هذان الاسمان الكريمان آه ورد في القرآن الكريم بصيغة نعم. الفعل آه بمعنى أنه لا تجد في القرآن الكريم كلمة القابض الباسط نعم. ولكن تجد الفعل في قوله تعالى والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون نعم. ف... لأنه من صفات الأفعال ف... وليس من صفات الذات لأن لو نعم. كان من صفات الذات ستجد يعني صيغ المبالغة تجد المبالغه وتجد الاسم نفسه مذكور. نعم. ولكن آه هذا يعني اثر هذين الاسمين يظهر في المخلوقات. نعم. يظهر متعلق بالمخلوقات. وطبعا هو ورد في ايات اخرى كثيره وفي الحديث الشريف وكما نعلم أجمع عليه المسلمون حضرتك سألتني عن مأخذ هذين مأخذ هما الإسمين هما يعني أو المأخذ من القبض ومن البسط نعم. البسط بمعنى الإعطاء والتوسعة نعم. والقبض معناه الأخذ والتضييق أو نعم. التقتير ممكن نقول أو التقتير فهو يعني مأخوذ من, من هذين المعنيين ويقبض سبحانه وتعالى يعني يوسع نعم. أو يعني يضيق في المخلوقات سواء كانت بقسميها ممكن نقول المخلوقات المادية والمخلوقات المعنوية وأيضا جمعهما في المادي والمعنوي في قوله تعالى وزاده بسطة في العلم والجسم نعم في المادة و... وال... وال اه نعم في نعم. العلم والجسم يعني في المادي وفي غير نعم. المادي توسعه آه هي من فعل الله سبحانه وتعالى في الانسان في هذا المثال اذا كان يستعمل المعنى القابض والباسط في يعني الاعطاء وكذا فيستعمل ايضا آه في العلم كما قلنا زاده بسطه في العلم والجسم الله يبسط الرزق لمن يشاء كما يستخدم في الرزق. نعم. يبقى اول حاجه في الاشياء الماديه والمعنويه، ثانيا يستخدم في العلم، ثالثا في الرزق، وطبعا الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياه الدنيا وما الحياه الدنيا في بال... الاخره الا متاع. متاع نكره، يعني نعم. ممكن نقول نقول انها يعني تتمثل للانسان في الاخره وكانها لحظه مرت لا. به وليست ما نشعر به الان وطبعا الحديث الشريف في الاخر معناه يعني معنى الحديث انه يعني يؤتى في الاخره بأنعم اهل الدنيا من من العصاه والمذنبين فيغمس غمسه في النار لا. فيقال له هل رايت نعيما قط فيقول له لا والله ما رايت نعيما قط من غمسه واحده يعني كل يعني تنسي كل ما نسب. ما تقلب فيه من نعيم ويؤتى ايضا بالفقير الصالح اللي كذا فيغمس غمسه في نعيم الجنه فيقال ويقال له هل رايت بؤسا قط فيقول ابدا والله ما رايت البؤس سبحان الله طبعا لان كل هذه الحياه الدنيا كما قال القران وما الحياه الدنيا في الاخره الا متاع نعم مش مثلا الا متاع كذا والمتاع والتنكير هنا للذين درسوا اللغه العربيه يعرفون ان التنكير ياتي احيانا لتحقير المنكر. لا. يعني شيء قليل وشيء حقير. من هنا ان الله سبحانه وتعالى يعني هو اعلم بعبده حين يبسط له الرزق وحين يقتر عليه الرزق ومعنى التقتير يعني التضييق التضييق لكن مثلا لينفق ذو سعة من ساعته نعم. وردت في سورة الطلاق بالنسبة للنفقة الواجبة على الزوج أو نفقة المطلقة يعني كلام كثير في هذا ولكن ما نريد أن نقوله في قوله تعالى لينفق ذو سعة ساعت من سعته ومن قدر عليه رزقه نعم فلينفق مما آتاه الله يعني لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. نعم. فقدر بمعنى ضيق عليه نعم. هل نفهم من تضييق الرزق على العبد أن هذا العبد أريد به شر لا أو أنه غير محبوب أو أنه غير محبوب سبحانه وتعالى. نعم أو أنه عقوبة نعم. أو, أو إلى آخره أبدا كما يجب ان نفهم ان بسط الرزق لا يدل على صلاح هذا العبد الذي بسط او والرزق. قربه من الله او نعم. محبه الله له لان الله سبحانه وتعالى لم يتخذ من الدنيا ميزانا يعني قيمه الانسان او لصلاح الانسان او لفساد الانسان وانما هي يعني كما يمنعها نعم. من الفقير الصالح يمنحها للعبد الطالح ايضا نعم. وهذه و... نقطه في غايه الاهميه فضيله الامام فطبعا. نرجو نعم. التركيز عليها لان الكثير من الناس الان يظنون ان هذا العبد مرغد في نعيم الدنيا فهو محبوب من الله فقد انعم عليه بالمال والصحه والبنين وغيرهم نعم. واما انا فاعاني الفقر وضيق الحال والمرض وغيره ربما بعضهم يقرنون بين حب الله تعالى له وبين غضبه منه بهذه الامور ده كلام صحيح ودي من يعني الامور المغلوطه التي يجب تصحيحها فعلا وان الفقير لا ينظر الى الغني على انه يعني افضل منه او انه مثلا عن ربنا اكرمه اكثر وبالعكس يا اخواننا يعني الغنى ابتلاء والفقر ابتلاء لازم نفهم هذا والكلام ده مش من عندنا ولا عند ده من القران الكريم فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه نعم شوف سماه إذا ما يعني ابتلاء ابتلاء وأيضا وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه سبحان الله قدر قلنا معنى قدر فإذا الغنى ابتلاء فالرغد والنعيم ابتلاء وال... وقدر و... الرزق ابتلاء والفقر يعني ده مش استرسال ولكن يعني يجب أن نفهم أن الصبر على الفقر أفضل نعم من ال... يعني هل الشاكر الغني ولا الصابر الفقر الفقر. الفقير. كثيرون يقولون الصابر الفقير او الفقير الصابر افضل من الغني الشاكر. طيب ليه؟ لان يعني واضح انه يعاني يعني مش عايز اقول مراره المنع ولكن يعاني شظف العيش. نعم. والثواب على قدر المشقه، فهنا ثوابه كثير. لكن اخرون قالوا لا، الغني الشاكر افضل من الفقير الصابر. نعم. ليه؟ قالوا لان مهمه الغني الشاكر في الشكر اصعب بكثير جدا من, من مهمه الفقير من في الصبر. مهمه صبر الفقير على الـ على الـ على الفقر طيب ايه مهمه ليه صعبه ده الشاكر قالوا لان الناس تعتقد ان الشاكر هو الذي يقول الحمد لله شكر لله لا, لا. لا الشاكر هو الذي يخرج من ماله لا. يعني لازم الشكر يكون من جنس يعني من من جنس الشيء الذي يشكر الله من اجله نعم فيعني اذا كان كما نقول عالم يعطي من العلم يعلم نعم اذا كان غنيا لا بد وان يخرج المال من فضل ماله من نعم. فضل ماله في كل الايات الوارده في الجهاد تجد ان المال مقدم على نفسه مما يدل على ان طبع الانسان طبع طبعه الله على انه يبخل بماله نعم ويعني يقبضه ولا ينفقه إلا بصعوبة فهو علشان مطالب بالشكر باستمرار نعم. بإخراج المال باستمرار هو يعاني نعم. هذه المعاناة نجي بقى إحنا حنوزن معاناة الفقير الصادق معاناة الغني الشاكر وهو يخرج المال نعم. بمعاناة الفقير وهو يصبر على على, فقر. على ما أصابه الله أو على هذا حتلاقي ده أكثر ألما نعم وبالتالي سيكون اكثر ثوابا، هكذا قالوا في التحليل. سبحان الله فضيلة الإمام ولو كان يعني كثرة الرزق وك وكثرة المال من علامات حب الله للعبد لما كان أغلب الأنبياء من الفقراء. أغلب الأنبياء وهم أحب خلق الله إلى الله. ولما سقى كافرا من لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة لما سقى كافرا لأن الكافر أعدى أعداء الله. لما سقى كافرا منها جرعة ماء. لكن كما تفضلت بالعكس يعني كما قلنا يعني اشد الناس بلاء الانبياء النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه يعني كان تمر به كما كانت السيده عائشه الشهر والشهران ولا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار كنايه على انه ما كانش يطبخه بيطبخوا ما فيش اكل وما هما الا الاسودان الماء والتمر يعني عندهم الماء وعندهم التمر فمع ان يعني النبي صلى الله عليه وسلم احب الناس احب الخلق الى الله احب خلق الله, الى الله نعم ده دلاله على ان الدنيا عند الله يعني هي ليست معيارا للقرب او البعد ده هي مش معيار بس يعني هي هي فتنه للنعم. والمال ده فتنه انما اموالكم واولادكم يعني فتنه فعلا نعم ففتنه بمعنى اختبار وامتحان يعني حين يغنى العبد فليعلم أنه في حالة اختبار نعم وأنه في حالة امتحان وينتظر أينجح أو يرسم فلا لكن الناس طبعا وهذا من قديم الزمان فخرج على قومه في زينته طبعا فرعون وكذا وكذا لكن شوف العواقب بتبقى إيه فإذا هنا حينما سبحانه وتعالى يقبض فليس معنى ذلك ان هذا القبض او هذا التقتير اهانه لهذا العبد بالعكس نعم. هو يعني حمايه له من فتنه قد يرسب فيها نعم. او حمايه له من امتحان قد يرسب فيه بالضروره اما العبد الـ 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 الذي اعطاه الله المال فهو بالفعل معرض لذلك ولذلك تجد يعني معظم من اعطوا المال لا يؤدون حق الله يعني كما ينبغي كما يجب كما نعم. كما يجب نعم. لان المال يغلبهم ويؤثر عليهم احنا عايزين الغني اللي ينجح هو الذي فعلا يكون المال في يديه لا في قلبه واين هذا الغني ده هتلاقي واحد ولا اثنين من مية لان حب المال هي غريزه وفطره طبعا فالغني عشان ينجح لابد ان يقاوم غريزته يعيش في مقاومة مستمرة نعم. لما جبل وطبع عليه، فحيكون مشقة مستمرة نعم والثواب على قدر المشقة هنا يكون الثواب، لكن إذا يعني قال إنما أتيته على علم عندي أو مثلا الفلوس دي بتاعتي أنا وكذا وكذا، وطبعا يكنز لنفسه ولأولاده ولمش عارف إيه وإيه، وينسى حق الله سبحانه وتعالى وحق الفقراء، طبعا ده يعني معروف يعني حتى مانع الزكاة يعني يأتي وعلى عنقه ما بخل به من أموال نعم. ويكوى بها في تكوى بجباههم وجنوبهم وظهورهم نعم. أو يحمل الأنعام على كتفيه كل هذا لأن وفلسفة كل ذلك المال مال الله أصلا نعم. يعني فلسفة المال في الإسلام ليس ملكا لي نعم. ولا ملكا لمخلوق ولكنه مال الله يعطيه للانسان ويستخلفه فيه، يقول له نعم. انت الوكيل بتاعي كان واحد يجيب مدير لأملاكه لأ... لأ... لأم... وامواله. نعم. يقول له تدي لي كذا وانت وت... تاخذ كذا وغيرك ياخذ كذا وهكذا. فاذا المال مال الله سبحانه وتعالى سبحان والانسان الله. مستخلف فيه كانه وكيل فيه. فنعود مره اخرى الى ان الله حين يبسط الرزق لعبده هذا ليس يعني دليلا على انه يحب هذا العبد. نعم وايضا حين يقبض رزقه عن عن العبد هذا ليس دليلا نعم. على ان الله سبحانه وتعالى يمقت هذا العبد نعم. او انه او ان هذا او ان هذه اهانه للعبد نعم. دي مساله ان معه فلوس وما فلوس خارجه تماما عن تقييم هذا الانسان عند الله سبحانه وتعالى سبحانه كان غنيا او فقيرا القران الكريم واضح في هذا ولو بسط الله الرزق نعم. لعباده لبغوا في الارض. سبحان الله هو, نعم. هو يعلم طبائع البشر أوه. فهو خالقهم نعم. عاده ما يكون الغنى يعني باعثا على البغي. نعم لانه قوه المال ده قوه نعم. يعني زي قوه الـ 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 السلاح هذا هو ما نريد ان نقول حين يعني الله يبسط الرزق او يقدر او يقتر على عبده في الـ في, الـ في الرزق. إمام وهل نهى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عن قبض اليد عن السائل أو عن الناس؟ لا لا بالعكس ده يعني أن نقبض يدنا لا لا عنهم لا ولا نبسط القرآن يا أخوة أما السائل فلا تنهر ده موجود نعم. وأيضا وأنا من ما أحفظه يعني ما ما رزقت فلا تخبأ وما سئلت فلا تمنع نعم ويعني قال ثم قال هو ذاك أو النار فلان ده انطلاقا مما من القاعده اللي قلناها ان هذا المال أن ليس المال مال الله المال الله نعم. فمال الله حين تمنعه عن مستحقيه انت هنا تدخلت وتصرفت نعم. يعني حسب ما يمليه عليك الهوى او يمليه عليك النفس. الغريزه نعم. وعطلت ما يريده الله سبحانه وتعالى في سبحان في او ما امرك الله به لكن نقول اولا يعني حتى ننهي مساله البسط يقبل بس قد يكون في الرزق قد يكون في المال قد يكون في العلم قد يكون في الماديات وهو أيضا في أشياء كثيرة جدا قد لا نعلمها يعلمها الله سبحانه وتعالى سبحانه ونحن لا نعلمها يعني في السماء وفي الأرض مما لا يمكن أن يحصى أو يعد نذهب نعم بعد ذلك لسؤال حضرتك اللي هو أنه الفقير أو السائل كنا وأما السائل فلا تنهر نعم والاحاديث الكثيره والايات الكثيره التي تحس على الانفاق وعلى وعلى العطاء نعم. وعلى عدم البخل في الانفاق وعدم البخل كحديثه صلى الله عليه وسلم لا توكي فيوك عليك بالضبط نعم. السيدة اسماء يعني يبدو انها يعني كانت لم يعني ردت سائل او فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها لا توكي فيوكى عليك توكي جايه من الوكاء، الوكاء هو الرباط نعم رباط السره رباط كانوا يحطوا الفلوس في سره ويربطوها نعم. فاسمه الوكاء، فما يقوله لا توكي يعني لا تشد الرباط على نعم. آه وعاء المال حتى لا تنفقي آه مال الله في فيما آه طبعا يعني لا تحبس على ده كنايه عن حبس او منع المال الصدقه عن السائل او نعم. ال... فيوكى عليك ان الله سبحانه وتعالى يربط عليك فيمنعك من المال لا. بسبب انك انت منعتيه من هذا السائل او هذا الفقير. نعم واحاديث اخرى يعني كمان عالجت فكره ان الناس تخاف اذا انفقت ينقص المال. نعم سبحان الله. فهو ده فعلا هو وأنا انا اعرف ناس كثيرين والله يعني يسالونني ويقولوا احنا مثلا والله الزكاه بتاعتنا كثيره طبعا بالنسبه لل 2.5% عنده تطلع نعم يعني يقول لي ويصرحني يقول لي أنا صعب علينا نطلع على المبلغ ضبت ممكن اطلعه على على اقساط ايوه على اقساط نعم يعني يقول السنه كلها دا شويه دا قلت له ده قلت له هو ذاك او النار يعني يسخنوا الفلوس بتاعتك انما النبي صلى الله عليه وسلم نبه عليه الى هذا والله يا اخي حديث عجيب يعني وقال ثلاثه اقسم عليهن نعم اول حاجه ما نقص مال من صدقه سبحان الله اه يا اخي فيما انفقتم من شيء فهو يخلفه نعم. وهو خير الرازقين ليه الانسان ما يعتقدش فعلا ان ال 10 جنيه ولا ال 100 جنيه اللي حيدها له دي حينتظرها الف كما وعد الله سبحانه وتعالى سواء في صوره فلوس سواء في صورة صحة، سواء في صورة قضاء مصالح، سواء في طول العمر، يعني أصل مش الحكاية فلوس يعني حكاية نعم. هو الواحد يعني لا قدر الله لو مرض حياكل فلوس مش حي، طبعا حيروح يتعالج بها. نعم. فأول حاجة عنده ما صدق ما نقص مال من صدق. نعم. والأمر الثاني ما ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا. سبحان الله. والمسألة الثالثة ما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. يعني اللي دائما منتظر وعايز ويسأل ده كلما يسأل كلما باب فقر يفتح عليه من جديد نعم. وده طبعا يعني آه نداء لأن يكون العبد عزيز نعم. وأن يتعفف قدر الإمكان الامام نختم هذه الحلقه في دقيقه ربما بحظ العبد من اسميه الشريفين القابض الباسط. آه قالوا انه يبسط يديه للناس نعم. اذا كان ذا مال يبسط علمه للناس لان طبعا زاده بسطه في العلم والجسم نعم. آه اذا كان ذا علم اذا لم يكن لا علم عنده ولا مال فقالوا يبسط وجهه للناس. سبحان الله وطبعا يعني هذا يدعمه حديث تبسمك في وجه اخيك في وجه أخي صدقه فكانه دفع مال هنا بالضبط يعني يوازي من وسع بماله هو هنا التبسم كانه صدقه يساوي او يوازي ثواب الصدقه فكان الاثنين نعم. تصدقوا باموالهم شكرا فضيله الامام، شكرا لمشاهدينا الكرام على حسن المتابعه، الى لقاء جديد وحلقه جديده من حديث الامام الطيب